هو الملك الأشهر بدون منازع. He was a boy who became king. خافياً أسرار وألغاز، مقبرة لم تفتح من قبل، أكبر كنز موجود في القرن الحديث. Amazing. عالمة الأسرار الشهيرة دكتورة سليمة إكرام. I was 9 and a half. When he was king, he was 9 and a half. We were friends. خلاص. حكاية في أجزاء كتيرة منها متصورة سواء فوتوغرافيا أو سينما. دفن الملك الصغير في حجرة داخل حجرة، في تابوت داخل تابوت، ببحث محتويات المقبرة. في ويز، في بط، في بصل، في ثوم، في كل حاجة. ثوم كتير، هو حب الثوم. منسوجات بقالها أكتر من 3000 سنة، اتحنطت بدرجة عالية جداً من الدقة. علماء الآثار والمصريات وضعوا لها إجابات. العطر بتاعها كان لسه موجود. هو مات إزاي؟ قتل بحربة؟ قتل مسموماً؟ توت عنخ آمون؟ مفيش كسر في الجمجمة، في كسر كده مختلف شوية في عظمة الفخذ الشمال. 16 سلمة كانت بداية السحر. الآثار دي هتقول لمين؟ وحصل نزاع قانون. الرسائل اللي كتبها هوارد كارتر. He was a very great archaeologist, but that does not mean that he was a completely ethical archaeologist. أيوة، سعد باشا زغلول كان موجود وصدر فيه أكثر من حكم. لماذا؟ كيف؟ Almost intact royal tomb from Egypt to have ever been discovered. حلقة استثنائية في أكبر وأشهر كشف أثري في هذا القرن. إنه الملك توت عنخ آمون.